خلونا نسأل أول حاجة، إيه هي ثورة العقل؟ تعالوا نفصص الاسم. ثورة، الثورة هي مجموعة الخطوات اللي بتتخذها مجموعة معينة من الناس عشان تغير وضع معين هي مش راضية عليه، وكل ما بينجزوا خطوة من الخطوات اللي بيحددوها كل ما بيقربوا ناحية الهدف. والتخطيط ده محتاج 3 حاجات. أول حاجة التفكير في حلول وبدائل للحلول دي عشان لو ما نجحتش. تاني حاجة معرفة بالوضع اللي احنا عايزين نثور عليه. تالت حاجة إن احنا نعرف التجارب والخبرات السابقة عشان نتحاشى أي خطأ ممكن نقع فيه. معنى كده إن احنا ناس عندنا هدف محدد وعندنا وضع عايزين نثور عليه. لكن ثورتنا مش زي أي ثورة سياسية على حاكم أو نظام، ولا ثورة اجتماعية وصراع بين أسياد وعبيد. ثورتنا هي ثورة معرفية ثقافية، عشان كده اسمها ثورة العقل. وطبيعي لما يكون العقل هو اللي بيعمل الثورة دي أو هو قائد الثورة دي، يبقى تحطيم الجهل هو الهدف بتاع الثورة. سنة 1784 تم تعريف التنوير على إنه خروج الإنسان عن التقصير اللي ارتكبه في حق نفسه، والتقصير ده اللي هو عدم تشغيله دماغه. وسبب في كده مش نقص في عقل الإنسان ولا حاجة، لأ، ده عجز الإنسان عن إنه هو يفكر لوحده أو من غير ما حد تاني يوجهه. وعشان كده التفكير محتاج حاجتين، أول حاجة الشجاعة وتاني حاجة الإرادة. أول حاجة الشجاعة، الإنسان اللي بيفكر في مجتمع ما بيفكرش بالضرورة هيوصل لنتائج تتصادم مع المجتمع اللي هو عايش فيه، وبالتالي هتتطلب الشجاعة إن هو يفضل يفكر. تاني حاجة الإرادة، إن الإنسان يكون عنده إرادة في إنه يستمر في التفكير رغم كل المعوقات المادية والمعنوية اللي ممكن تقابله. من هنا نقدر نقول إن ثورة العقل مش ثورة على حاجة غريبة عننا، لأ، دي ثورة على الجهل وطرق التفكير الغلط اللي موجودة حوالينا واللي موجودة جوانا. هي ثورة على النفس والذات. وعشان الإنسان مش مجرد آلة هتدخله شوية معلومات هيطلع لك ثورة، لأ، ده كمان في روح، والروح دي هي سر الإنسان. عشان كده هنهتم ان احنا زي ما بنغذي العقل بالمعرفه، كمان هنحاول ان احنا نغذي الروح دي ضمن مشروعنا، علشان الروح هي اللي هتخلي الانسان يبقى عنده الدافع المستمر انه يبحث.